بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 106، قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم عن ذلك، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو التمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، أي الميل. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أي مال عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط وهو الغلو، والتفريط أي التقصير. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، جل جلاله. قال الشيخ محمد خليل: شروع أي ابتداء في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب وإثبات الكمال والعظمة. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. قل هو الله أحد، أحد في الربوبية لا رب غيره، أحد في الألوهية لا معبود بحق غيره، أحد في أسمائه الحسنى وصفاته العلى لا مثيل له جل جلاله. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها، في سبب نزول قل هو الله أحد، أن المشركين قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. الله أكبر، بين نسبه، أعوذ بالله. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل هو الواحد الأحد
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. من قرأ سورة الإخلاص بإيمان وأخلص العبادة لله يعطيه الله ثواب من قرأ ثلث القرآن، فضل عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تأويل ذلك، أي في تفسير ذلك، على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي العباس. يقول المعلق: وأبو العباس هو أبو العباس ابن سريج. نعم، الإمام ابن تيمية نقل عن أبي العباس أبو العباس ابن سريج، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. القرآن العظيم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، أعظم الأنواع الثلاثة توحيد الأسماء والصفات. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالاً، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. أحد لا يقال إلا لله جل وعلا. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء جل جلاله. وقد فسر الصمد أيضاً بأنه الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، لأنه غني لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء، لا جوف له سبحانه وتعالى، وبأنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. الصمد الذي تحتاج إليه جميع الخلائق جميع العبيد. فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة
تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله منزه عن جميع النقائص والعيوب، وموصوف بكل كمال وجلال وعظمة جل ربنا وتعالى، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء، لا ولد له، ولم يتفرع هو عن شيء، لا أب له، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. فتفسير قل هو الله أحد عظيم، فهي تعدل ثلث القرآن إذا آمن بها واعتقدها ووحد الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 172 172: الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله إليه المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولي الجد في العبادة والتشمير رضي الله عنهم. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان منكم فرط فيه فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين، وأعده علينا أعواما عديدة بالتوفيق والهداية والصلاح يا رب العالمين. وبادروا رحمكم الله أوقات شهركم الباقية، واستدركوا ما مضى منه بالحسرة والندم، واختموه بالتوبة النصوح والرجوع إلى صالح العمل. عباد الله، كم أناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح وأوقدوا المساجد طلباً للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح، وقبل التمام سكنوا الضريح، ولم ينفعهم المال والآمال لما نقلوا ورحلوا عن الدنيا قدماً قدماً، ونقض ما بنوه هدماً هدماً. أدارت عليهم المنون رحاها، وأحلت وجوههم في الثرى فمحاها. وهذا حالك عن قريب، فتيقظ يا قليل الزاد، وحادي رحيله قد حدا، تأهب للتلف وتهيأ للردى،
ذهب عنك شهر الصيام وودعك، وسارت فيه قوافل الصالحين، وجهلك منعك، والتوبيخ متوفر، فما أرجعك ولا أزعجك، وأنت تؤمل منازل العاملين بأفعال الغافلين، فما أطمعك يا من أصبح ساعياً إلى ما يضره. ستعلم من يأتي غداً حزيناً متندماً، كم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر تستغيث منه الأرض. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه على توفيق الله له بحسن عمله. اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. ويا ليت شعري من المطرود فنعزيه بسوء عمله. فيا أيها المقبول هنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وغفلته وخسرانه وتماديه في عصيانه، لقد عظمت مصيبتك وخسرت تجارتك وطالت ندامتك، فيا لها من خسارة لا تشبهها خسارة. لله در أقوام حرسوا بالتقى أوقاتهم، وتدرعوا دروع المراقبة في صبرهم، وجمعوا بين الصدق والإخلاص في ذكرهم، صبروا باليقين على ظمأ الهواجر، وبسطوا أقدامهم على بساط الدياجر، وعملوا ليوم فيه القلوب لدى الحناجر. أقبلوا على خدمة ربهم، على عبادة ربهم إقبال عالم، وما سلكوا إلا الطريق السالم. تذكروا ذنوبهم القدائم، فجددوا التوبة بصدق العزائم، وعدوا التقصير من العظائم، وبذلوا المهج الكرائم. فإذا جن الليل فساجد وقائم، ولا يخافون في الله لومة لائم. أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائم؟ كلا، ولا المفطر كالصائم. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. فيجب علينا أن نتذكر ذنوبنا وعيوبنا، ونخضع بين يدي ربنا، ونتوب إليه، وننظر إلى نعم الله وإحسانه الذي لا يعد ولا يحصى. فإذا فعلنا ذلك هدانا الله عز وجل. لا بد أن نعرف ذنوبنا وعيوبنا، ونخضع بين يدي ربنا عز وجل، وننظر إلى نعمه وفضله وإحسانه فنشكره ونخضع بين يديه جل وعلا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة يعني النظر إلى نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يجب أن ننظر إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وننظر إلى ذنوبنا وعيوبنا، ونتوب إلى ربنا عز وجل. العارف يسير إلى الله
بين مشاهدة المنة، أي مشاهدة نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ومطالعة عيب النفس والعمل، تنظر إلى تقصيرك وذنوبك وتتوب إلى الله جل وعلا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: سيد الاستغفار أفضل، سيد أفضل صيغ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار ينبغي أن ندعو الله به دائما وأبدا. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة أي النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة النعم توجب المحبة والحمد والشكر لولي النعم جل جلاله، لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً. وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة فاقة تامة وضرورة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى ويتداركه برحمته جل وعلا. اللهم اجعلنا من حزبك وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وعبادتك، وجعلتهم ممن قبلت صيامه وقيامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.